بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد. الحمد لله para peserta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke program 6. Dan sebelumnya mohon maaf, di video sebelumnya itu sampai 20 tapi ternyata tidak sampai, jadi kita akan ulangi di video kali ini. Jadi di video kali ini kita akan mulai dari halaman 20. Baik, para peserta silakan disimak dengan baik. Ikutin setelah saya membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin. Yaquluna salam. متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض Baik, para peserta, kita masuk ke halaman 21. Cara mewakafkannya adalah suara hun ditekan dan ditahan dua harokat, ya. Ini ada nun bertasydid, jika kita mengganti maka ditekan. Lahun. Baik. Ikutin setelah saya membaca. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فإن لم يصبها وابل فطل كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء
إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. Baik, para peserta, kita lanjutkan ke halaman 22. Bila waqaf an dibaca a panjang dua harokat. Ma'an. Jadi ma'a. Baik, ikutin setelah saya membaca. Wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. قل من رب السماوات والأرض قل الله. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا. الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً Baik, para peserta, kita lanjutkan ke halaman 23. Bila waqaf, suaranya fat ditekan dan diikuti bunyi ha dengan suara rendah. Wal fat, wal fat. Ikutin setelah saya membaca. Wal faj, wal faj, wal faj, walayalin ash, wal syaf'i wal wat, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ ضراء وحين البأس. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. Baik, para peserta, kita lanjutkan ke halaman 24. Huruf-huruf qalqalahnya bertasydid bila diwaqafkan. Tekan suaranya ditahan dua harokat.
diikuti qalqalahnya. Ikutin setelah saya membaca. Rabbihkum bilhaqqa. Ikutin setelah saya membaca. Tabbat yada abi lahabin wa tab. قل هي مواقيت للناس والحج اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها نحن نقص عليك نبأهم بالحق يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق. Baik para peserta, kita masuk ke halaman 25. Ini halaman terakhir pada video kali ini. Baik, ikutin setelah saya membaca. وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً وَمَا جَعَلْنَا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون كدأب آل فرعون والذين من قبلهم Baik para peserta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah selesaikan video kali ini. Mudah-mudahan video kali ini membawa berkah dan para peserta bisa mengikuti dengan baik pelajarannya. Baik, mudah-mudahan kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan terus untuk bisa sampai bisa kita membaca Al-Qur'an dengan baik. Baik, selamat belajar, selamat aktivitas. Tetap semangat. Barakallahu fiik.